مرحبا بكم مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، أنباء عن هروب البغدادي من العراق إلى سوريا بسيارة أجرة صفراء. بيان لقوات التحالف يقول إن المملكة تحتفظ بحق الرد على إيران بالوقت المناسب. الكشف عن هوية منفذ هجوم الكنيسة في تكساس الذي أوقع 26 قتيلا، وهو أحد سكان الولاية ويبلغ من العمر 26 عاما. ترامب يقول إنه منفتح على لقاء زعيم كوريا الشمالية، ولكن الأمر ما يزال مبكرا جدا. في أخبارنا المنوعة، الصين تنوي إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في الفضاء المفتوح. عملة البيتكوين تتجاوز 7500 دولار، والخبراء يحذرون من أزمة مالية جديدة. طلبات فائقة الارتفاع لآيفون 10 يرفع أسهم أبل بمقدار 2%.